تعليقك غرم عندي دقيقة. والله يا أبو بدر هي مواصلة الفشل الإداري كبير صراحة في نادي التعاون. أنت عندك مدرب الكابتن عبد الله عسيري الآن له تقريبا سنتين مساعد ومدرب في الفريق الأول، تعطيه فرصة في مباراة واحدة فقط وتشيله على مباراة ثانية الأخيرة لك في الموسم بينها 3 أو 4 أيام، أي مدرب في العالم حتجيبه حيعمل فرق معك. إدارة نادي تتعاقد وهي عارفة أنه في تعميم يمنع التعاقد مع الأندية، تخبط إداري بصراحة أبو بدر يصير في نادي التعاون، تخبط قانوني كبير في نادي الاتحاد هو اللي دخلهم في المأزق اللي هم فيه، خسارة لعيبة كبير كثير. نرجع ونقول العقل المفكر لنادي التعاون الأستاذ عبد العزيز الحميد، خسروا نادي التعاون وأكبر دليل اللي جالسين نشوفه الآن في نادي التعاون. بس أنت غلطت كذا قلت بدال التعاون الاتحاد بشوي بس نمشيها، أنت قصدك التعاون؟ لا انا اقصد التعاون، الاتحاد ما تكلم. انت هو... في الاتحاد.